وشوشة. أنا بحب أذاكر بالورقة والقلم، بحب بالبلدي كده أدي الشغل حقه واحترم المشاهد واديله من مجهودي، مش وريني التمثيل اللي عندكم وانا لا، ما بحبش الكلام ده. دايما الممثل او الفنان في اي مهنه لازم يحسس نفسه دايما انه محتاج يتعلم وانه لسه بيبدا. فرضا ريشه خد مني وقت في الطبله، انا ما اعرفش طبل خالص، قعدت حوالي شهر ونص في رود الفرج مع طبال. طبعا انا مش محتاج طبال في فنادق خمس نجوم او في كده، لا انا كنت محتاج طبال من الشارع فعشان اخد منه كمان الاتيتيود بتاعه وحركته وطريقته وكده. فكنت برضو ايه طبعا كسرت له طبلات كتير جدا، انا ما اعرفش طبل. فلحد ما وصلت عشان المشهد الاولاني يطلع بيرفكت، يطلع مظبوط. فرضا ريشه خد مني وقت مجهود في طريقه تمثيله وفي تحولاته، وهو ده اللي اتكلموا عليه بره مصر، ان التحول من نقطه الضعف لنقطه الوسط لنقطه القوه في طريقه المشيه، في البصه، في الاداء، في الصوت، هم وصلوا لده. وده انا كنت قصده في المذاكره انه ما يبقاش بارز، يبقى ناعم، يبقى سموز، يعني عارفه مش واحد مثلا جاي بقى صوته يبقى تخين وبتاع انا كده اتغيرت اهو شايف، لا 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 كنت واخدها نعمة جدا. فهو ده اللي هم اتكلموا فيه، فمبسوط ان المذاكره وصلت لهم، وصلت لناس كتيره جدا في مصر وبره مصر. يعني طبعا بعد وجود المحطات الكتيره دي، الفيلم السينمائي ما بقاش محصور فقط في دور العرض او في قناه واحده، فبقى هو كمان انت بتشوفيه كتير. يعني اي اجابه هيتقال على طول التلفزيون، يعني دي الاجابه الاساسيه المتعرف عليها. انما السينما بدات يعني لسه الناس بتكلمنا عن النبطشي كان بيتعرض في العيد ومش عارف ايه، وناس من هنا وناس من هنا. فالمساله بقت منتشره، بقت في قنوات كتيره جدا، لكن برضو يظل الاكثر انتشارا هو التلفزيون مع شيخ العرب همام. يعني عنده رؤيه خاصه، يعني عنده حاجه خاصه عبد الرحيم كمال، اعتقد ان هو من الكتاب المميزين جدا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.